مرحبا بأعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة ووصفة جديدة في برنامجكم عليكم بالعافية. اليوم معنا الشيف محمد من شركة كيتا للتموين. مرحبا الشيف محمد، كيف الحال؟ شو راح تقدمنا إن شاء الله اليوم من وصفات صحية؟ النهاردة إن شاء الله في مرق السبانخ باللحمة على طريق السعودية. ممتاز، مرق السبانغ باللحمة. أوكي نبدأ. بسم الله، معنا المكونات الأول، خلينا نعرف المشاهدين عن المكونات بتاعتنا. معنا سبانخ، عندنا سبانخ، أيوة، بصل مفروم، واللحمة كمان بتاعتنا المفرومة. الوصفة ديت شوية أضيفنا لها رز، أوكي، وكمان وطماطم، معجون الطماطم وطماطم الطازة، والبقدونس المفروم مع الكزبرة وزيت الزيت. ممتاز. أول شيء بنسمي الله ونشغل الجهاز بتاعنا، بنستنى شوية لأن يسخن. ها أوكي، بنضيف زيت، زيت قليل، بنحاول إن احنا نخفف الزيت على قد ما نقدر. أيوة. وناخد الدهون اللي احنا من اللحمة. اللحمة فيها شوية دهون، أيوة، نسبة الدهون 10%، لا ما تتعداش 10%. طبعا كل ما خففنا من كمية الزيت بنخفف شوي من السعرات الحرارية. بالظبط لان الزيت اضراره طبعا كل ما زدنا بيساعد على زيادة الوزن، يأثر ممكن على القلب اذا زدنا كمية الزيت فيها. احسنت، فعشان كده بنحاول نستبدل دائما، بنكلم السادة المشاهدين في كل حلقة من الحلقات بتاعتنا ان احنا دايما حاول على قد ما تقدر تستخدم زيت الزيتون الصحي. ايوه، او تقلل الزيوت في الوصفات بتاعتك على قد ما تقدر، افضل ليك على المستوى الصحي وعلى مستوى تقدر تعيش عمر اطول بصحة احسن. طبعا لان زيت الزيتون عالي بالمضادات الاكسدة، وهو يعتبر من الزيوت او الدهون الغير مشبعة الاحادية، وهي تساعد على تخفيض الكوليسترول وتخفيض الدهون بالدم، فهي تقوي عضلات ايضا القلب، فهي فعلا زيت مبارك وصحي جدا. بالزبط. نضيف البصل الحين. طبعا البصل لا غنى عنه في كل وجبة تقريبا، موجودة لازم البصل، شيء ضروري لأن له قيمة أيضا غذائية، غير أنه يعطي طعم النكهة للطعام، أيضا له قيمة غذائية عالية جدا. ربنا يعني حط في البصل والثوم والحاجات دي فوائد كتيرة. أيوة، يعني حدث ولا غنى عنها، يعني مليانة بالفوائد، كلها فوائد. البصل والثوم انا دايما بحب اللي هو في كل الوصفات يكون فيها بصل وثوم، كزبره خضراء، يكون فيها البقدونس، الحاجات دي بيكون ترفع من القيمه الغذائيه في الوجبه. بالظبط، البصل بتاعنا لونه صغير، بننزل باللحمه بتاعتنا، نضيف اللحمه. فاذا احنا اضفنا بروتين في الوجبه. طبعا وبروتين اللحم يعتبر بروتين غني جدا، غني بالأحماض الأمينية اللي يحتاجها الجسم، فاللحم وايد ضروري نتناولها، بس ما نكثر منه يا شيف محمد، صح؟ لأنه ممكن ترفع عنا الكوليسترول، فنختار اللحم مرتين بالأسبوع ممكن نتناولها، ونفضل يكون اللحم الأبيض، نستبدله باللحم الأبيض أفضل من اللحم الأحمر، بس أحيانا ما في مضرة أن نستعمل اللحم الأحمر مرة أو مرتين بالأسبوع، ويكون اللحم اللي يكون قليل الدهون، نشيل من طبقة الدهون هذه. كل الدهون من 5 أو الشحم، أيوة، 10%، ما فيش فيها مشكلة، لأن الدهون أصلاً بتنزل في طريقة الطبخ بتاعتك. أيوة. على حسب أنت طريقة الطبخ اللي أنت بتطبخ بأي طريقة، بتطبخ في الفرن، بتطبخ روست، بتطبخ مثلاً مسلوق، أنت على حسب أنت الأسلوب اللي أنت بتاكل بيه. أيوة. حياتك في الطبيخ بتاعك هو يعني. اكيد طريقه الطبخه وايد تاثر فعلا على صحه الانسان. بالظبط. بنسيب اللحمه بتاعتنا على نار هاديه، بنحاول نهدي النار بتاعها شويه لان اللحمه بتنزل الميه بتاعتها. ايوه، شوف هي تقريبا دلوقتي لو احنا نور صدر المشاهدين تقريبا قربت لحد ما نص سوا. هنا في الطريقه دي بنضيف شويه طماطم البندوره، نضيف الطماطم. ايوه، الطماطم الطازه كمان، وتكون مفرومة، بتبقى مفرومة قطع بطريقة معينة، بتبقى ناعمة، بحيث ان هي
احتاجينا مع الخليط بتاعنا. ايوه. ممكن نضيف كمان معجون الطماطم. معجون طماطم بسيط، معجون طماطم مش كتير، ونسيبهم مع بعض لمدة من 30 ل 45 دقيقة لعندما تطبخ، نحس ان اللحمة قربت انها تطبخ. تنطبخ ايوه. بنضيف لها سبانخ ورز. ايوه. بس اظن في الخطوات الاخيرة. طبعا يا شيف نحب نخبر المشاهدين عن مكونات هذه، المكونات الغذائية. تحتوي الوجبة هذه على تقريبا 382 سعرة حرارية، وتحتوي على 23 جرام من البروتين، وتحتوي على 22 جرام من الكربوهيدرات، و23 جرام من الدهون. هي فيها سعرات حرارية شوي عالية بسبب وجود اللحم فيها، وجود الرز فيها، فيها بروتين عالي جدا، وفيها أيضا نشويات أو كربوهيدرات فيها نسبة لا بأس فيها. يعني مثلا إذا مريض السكر حب يتناول هذه الوجبة، يأخذ منها تقريبا مقدار كوب منها، يتناولها في على وجبة الرئيسية ياخذها، هي تعطيك فايتة من النشويات، من البروتين، وايضا من الالياف، لان ضايفين لها السبانخ نحن. بالضبط. وفيها كمان تتقدم، هي فيها كل شيء، فيها بروتين، فيها نشويات. ايوه. فيها السبانخ. السبانخ خضار صح، حديد. بقدونس وكزبرة. هي فعلا هذه الوجبة تكون غنية بالحديد، لأن فيها لحمة وفيها سبانخ، والنوعين هذا من الغذاء يكون عالي جدا بالحديد، ومفيد جدا لرفع نسبة الهيموجلوبين بالدم. بالضبط. عشان كده النهاردة احنا كمان هنقدمها بطريقة مختلفة، غير اللي احنا متعودين عليه في البيوت بتاعتنا، غير اللي هو السبانخ العادية، اللي هو يعني اكل رز مع سبانخ يبقى ده بتديني كالوريز عالي. أيوة. ده كمان بتديني كالوريز عالي. فالنهاردة هنحاول نفوكس ان دي يكون النهارده الطبق الرئيسي بتاعنا على الفطار، او مثلا او على السحور كمان، لو حبينا ان احنا ممكن نتناولها على السحور فعلا. كمان على السحور، ونقدمها بطريقه تكون كمان مع تكون اقل كالوريز يعني. نعم. الطبق كمان مشبع، مليان من هي اللي يحدد السعرات الحراريه، كميه الزيت اللي نستعملها، وكميه نوعيه اللحم بعد ايضا اللي نستعملها، لان في بعض اللحوم تكون دسمه شوي. بالضبط. الوقت دكتورة قلنا نسيب اللحم الوقت تعتبر جاهز، سيبناها من حوالي قلنا نسيبها من 30 ل 45 دقيقة. تأكيدا أنا على حسب بحب أن أتناول اللحم إزاي، أو بالأسلوب اللي أنا بحب أكله مثلا. أيوة. أوي أوفر كوك، ولدن كوك، ولدن. على حسب. أيوة. ميديم كوك، اللي هو الأسلوب اللي أنا بحب أكل بيه اللحمة بتاعتي، بيكون هو إيه إزاي. الوقت اللحمة بتاعتنا جاهزة، فينا إن إحنا نضيف السبانخ. نضيف السبانخ. بالظبط. أيوة. السبانخ طبعا من الخضار تعتبر، ونضيف معه شو؟ ونضيف معايا كزبرة خضراء، ومعايا بقدونس كمان اخضر. ايوه. شوف الدكتورة، ونتركها شوي. ريحة مع الفلفل الاسمر، مع البصل، مع وجود الكزبرة اصلا اللحم الريحة عجيبة. خلينا نخبر مشاهدينا الاعزاء عن السبانخ. السبانخ طبعا هي لها قيمة غذائية عالية، تعتبر من الخضار وعالية بالألياف، هي غنية أيضا بفيتامين سي و A و K. وطبعا فيتامين A معروف للبشرة، لنضارة العين، وغنية أيضا بفيتامين سي لتقوية المناعة الجسم. هو أيضا غني بعنصر الحمض الفوليك والمغنيسيوم والكالسيوم للعظام. تعرف أن كوب تقريبا من السبانخ يعادل في كمية الكالسيوم فيه مع كوب تقريبا من الحليب في كمية الكالسيوم، فهو فعلا مفيد وعالي، غني بالكالسيوم، مفيد لتقوية العظام والأسنان، صحة العظام والأسنان. فله قيمة غذائية، غير أنه عالي بالألياف. يعني هذه الوجبة تشعر اللي يتناولها بالشبع. بالشبع. بتدي طاقة إيجابية. تعطي طبعا طاقة بسبب هي. على مدار اليوم إذا تناولناها على السحور كطبق رئيسي، كمان تدينا طاقة على طول النهار فعلا، لأن الصيام تحس إن أنت ما انتش جعان، أو أنت عاوز تاكل تاني. صح، ما تحس بهالش شعور بهاي بسبب الالياف اللي فيها والبروتين العالي فيها. ننصح للناس اللي هي عندها نقص في الكالسيوم يا دكتوره عادل. ايوه، نعطيهم السبانخ. وايضا الوجبه هاي مفيده جدا للي يعانون من فقر الدم. لان السبانخ ايضا غنيه بالحديد، مثل اللحم ايضا غني بالحديد، مليانه بالفوائد. ايوه، السبانخ مليانه بالفوائد. دلوقتي احنا عندنا يمكن اكثر من
من خمس فوائد دلوقتي اللي هي فيتامين اي وفيتامين سي وفيتامين كي. وعندنا ايضا الكالسيوم وعندنا الفوليك اسيد ايضا لتقويه الدم. الفوليك اسيد يساعد على تكوين كريات الدم الفوليك اسيد، وايضا الحديد اللي فيه عالي في السبانخ. كالسيوم يعني انت لو ما تحبش تشرب لبن، ابنك ما بيحبش يشرب لبن، ايوه ما تشربش اللبن، حاول تعملها السبانخ باي شكل من الاشكال نضيفها بوجبتنا. مش ما بتحبش مرق السبانخ، نعملها فطيره السبانخ، نعمل رز بالسبانخ، نعمل نحاول ندخلها في وجباتهم، حتى ممكن ندخلها مع الرز شوي شوي طبعا. ايوه ممكن ندخل سبانخ سوتيه مع كطبق تكميلي، كطبق أيوة. اللي هو سايد ديش. النهارده عملت الدجاج، عملت لحمه، اعمل سوتيه سبانخ، سبانخ مسلوقه باي شكل من الاشكال. انا أيوة. اتناول السبانخ لو مره اسبوعيا، لو مره كل 15 يوم، مفيده جدا للجسم، مفيده جدا كمان لما فيها من فوائد صحيه، من كفيتامين اي وفيتامين سي ومليانه كالسيوم، كلها فوائد. ايوه فبنصح الساده المشاهدين وبنصح كل الناس بتناول السبانخ. والسبانخ اللي استعملتها الشيف محمد، هل هي طازجه فريش؟ طازجه ممكن نستعمل في الوصفه المثلجه؟ فيك تستعمل انت اذا مش متوفر مثلا، متوفر يعني ممكن نستعمل مثلجه. بس احنا بنستعمل دايما في الوصفات بتاعتنا هو دايما روح على الفريش. ايوه اكيد الطازج هو الافضل طبعا. بالزبط. ايوه اذا ما في طازج ممكن يستبدلونها مثلج، لان المثلج حتى ممكن نستعملها شوي لان عمليه حفظ الاغذيه بالتجميد ما تفقد قيمتها الغذائيه كثير. طبعا هو الطازج افضل دائما. بالزبط. انت عزيزي المشاهد اطبخ بالاسلوب اللي انت شايفه مناسب ليومك او لاسلوب حياتك، اطبخ بالاسلوب اللي انت بتحبه وقدم لك بالاسلوب اللي انت كمان بتحبه، بس يكون صحي. بس حاول يكون تتناول صحي. اكل صحي، يعني طول ما تناولت اكل صحي ان شاء الله تكون ان شاء الله في احسن صحه وفي احسن حال ان شاء الله. تقريبا فشو صارت الطبخه ويانا لحد ما احنا ان شاء الله جاهزين ان شاء الله. يعني بنصبر كمان 3 دقائق بنضيف لها شويه. كان عندي شوربه دجاج، عندي شوربه مرق دجاج، مرق لحمه، اي مره عندي استعملوا مرق خضار كمان ممكن اضيف، ازيد لها كميه اثبتت لمده بس دقيقتين على النار بحيث ان هو يكون عندي اللي هو الليكويد. أيوة. يكون في سائل سائل. ايوه كلها مثلا مع خبز وكسوف، مع رز، مع توست بريد، مع بروتين بريد، باي شكل انا ممكن اتناولها، لانه طبق مليان بالفوائد الصحية. أكيد. اللي هو بيدور على الفوائد الصحية في الأكل الصحي بنصحك بالطبق ده، جربه إن شاء الله تكون مبسوط. بنسيبها لمدة دقيقتين على النار كمان. إحنا تقريبا الطبق بتاعنا لحد ما يعتبر جاهز. جاهز أيوه سريع كثير ما أخذت. أطبخ بخطوات غير، أنا مش عايز أطبخ ما فينا اغير مثلا مقاس اللحمه بالاسلوب ده. انا قطعت مثلا مكعبات صغيره، انت عايز أيوة. لحمه مفرومه، انت عاوز لحمه شقفات كبيره براحتك. أيوة. انت براحتك. اسلوب الاكل واسلوب الطبيخ ده اسلوب هو حسب الذوق. ايوه بنقدم وصفه من وجهه نظرنا ممكن تكون مفيده، ومن وجهه نظر واحد تاني ما يكونش متقبلها، بس انا بنصحك بان انت روح على اللي انت بتحبه، بس اهم شيء روح على الاكل الصحي عشان هو يفيدك كتير وياثر في اسلوب حياتك كتير ان شاء الله. ضفنا السبانخ بعد أيوة. شويه بنضيف الرز للطبق. الرز ما بياخدش حد ياخدش وقت كتير على النار. رز ني صح؟ رز ني. ايوه انا ممكن احط اي رز انا عاوزه. فاضفت انت نشويات للطبق؟ كمان ايوه غذائي، يكون طبق غذائي متكامل. يعني ممكن واحد يتناولها على وجبة الفطور خلاص، تكون هي مع طبق سلطة خفيف، يكون طبق غذائي كامل. ممكن أيضا كوجبة على العشاء مثلا، كوجبة خفيفة، إذا واحد يحب وجبة خفيفة يأخذها على العشاء ممكن يأخذ مرق السبانخ مع الرز، وهذه فيكون فيها بروتين، فيها نشويات، فيها ألياف، فطبق متكامل يأخذها كوجبة خفيفة أيضا على وجبة العشاء. بالزبط. طبعا احنا صبرنا 10 دقائق دلوقتي، طبعا بتاعنا لحد ما جاهز بشكل كبير. ايوه مع التقديم خلينا نشوف هنقدمه باي طريقه، وهنقدمه مع اي كونديمنت. ايوه ونفكر في فكره جديده تعجب المشاهدين ان شاء الله. يلا في التقديم جهزت الطبخه بتاعتنا وقدمناها. انا اخترت الطريقه دي للتقديم. ايوه اضفنا شويه خبز محمص بالزعتر. ايوه ممتاز. وعندنا خضار شوي. بالظبط.
ايوه قرنش خفيف بحيث الطبق يكون فول كولر مليان بالالوان شكله شهي بصراحه. نحاول نقدم الاطباق بتاعتنا بصوره وبصوره تانية مختلفه وباسلوب مختلف، ونحاول نجرب طرق جديده في الطبخ بس يكون طبخ صحي. انا ما طبختش الطبخه دي كتير على الوقت، يعني بصل ما بطبخوش كتير على النار بحيث ان هو يفضل دايما النكهه موجوده، بحب تكون النكهه بتاعته، بحب يكون ما يكونش ما هوش باين في الاكل. بحب يكون لحد ما يكون في نسبه البصل باينه او نسبه الكريسبي موجوده موجب البصل. وكمان عملنا خبز بزعتر قربناه معاه بحيث ان هو ممكن يكون دلوقتي مين كورس. هاي يعتبر طبعا مين كورس على وجبه عشاء ممكن يتناولها الشخص، او مثلا على وجبه السحور ممكن اخذها كوجبه صحيه. وبالتالي نحن كذي اعزائنا المشاهدين خلصنا وصفتنا الصحيه هذه وانهينا حلقتنا، ونشكر الشيف محمد على هذه الوصفه الرائعه الشهيه الصحيه الغنيه بالالياف، غنيه بالبروتين، غنيه بالنشويات ايضا الكربوهيدرات. ودمتم صحه وعافيه، ونشوفكم إن شاء الله مع حلقات قادمة ووصفات صحية أخرى أيضا في برنامجكم عليكم بالعافية.